وانت يا مصيبه انت انت الولد دي الولد حساب ده غير ده كان دكتور بيطري. ايوه واشتغل أيوة. امتهنت المهنه صح؟ لا الحمد لله. لا سنه او اثنين حاجه كده. ايوه لا مارستها. انا كنت الحمد لله نعمه من ربنا ان انا ما اشتغلتش دكتور بيطري يعني. تتكلم بجد؟ نعمه على الحيوانات نفسها يعني. يعني ربنا بيحبهم جدا يعني. يعني انا فاكر لما كنت بخش الكليه مثلا ولا حد خارج بجاموسه ولا حاجه الاقي جاموسه يعني حسان بتداري وشها كده مش عايزاه مش عايزاه. كنت بتعملوا اختبارات على الحيوانات؟ يا لهوي والنبي احكي كل حاجه. كل المواد كل حاجه انا عملي. انا بس انا مشكلتي ان انا كنتش بحضر كتير فكنت بروح على الامتحان على طول فمثلا في ماده مثلا لسه فاكرها حضرتك اللي هي فارماكولوجي فارماكولوجي دي بخش امتحن على حيوانات صغيره اللي هي حيوانات المعمل وكده فحظي وقع في اسهل تجربه في الدنيا. كانت تجربه عبيطه جدا يعني فعلا يعني المفروض انا هعمل ايه هبنج فار بس يعني مش فار عادي فار فار اللي هو الصغنن الابيض الجميل ده والمناخير وايديه بينك دول فار تجارب فار تجارب العسل ده. فالدكتور اول ما جت لي الورقه دي قلت الحمد لله دي اسهل حاجه في الدنيا. بس حظي بقى مشكله كانت في الملزمه اللي انا كنت مصورها كانت المكنه بتطلع ايه في سطر كده في نص الورقه مطيراه كده في كل ورقه الورقه يعني ايه مطيره حاجه. فانا المفروض ابنج الفار ده اديله نص سنتي بس من ماده اللي هي البنج يعني فبسبب السطر اللي موجود ده راح مطير ايه الزيرو بوينت. فانا قريتها 5 سنتي قريتها 5 سنتي وما اعرفش فاكر دي الصح فانا وانا بملى الابره الابره قد الفار يعني مش عارف يعني ازاي كل ده هيخش هياخد ده بالظبط هياخد ده قلت يمكن هم ادرى بقى عندهم دكتور بيطري انا بنفذ اللي في الورقه رحت بديله الابره وانا بديها له فعلا حصل له انتفاخ كده غريب كده واتملى اتملى قوي بالسائل بتاع البنج اتملى يعني وبعد كده اقول هو مش راضي ينام ليه ده اخد كميه مهوله بعد كده حطيته قدامي وبكتب بقى التقرير فبحطه وازنقه بقمعي كده عشان ما يقعدش يجري فلقيته واخد القمع بقى عمال يروح ويجي عمال ايه جاي له حاجه يعني انا فعلا انا والله حقوق الحيوان لازم اذا عملته ده تقبض عليه بسببه يعني انا ما كنتش اعرف والله ما كنتش اعرف انا فجاه لقيته بيتشنج كتير فرحت سائل الطالب اللي قصادي بقول له في ايه الفار ما نامش الفار المفروض ينام قال لي بص هات قطنه واملاها تاني من المحلول البنج واعمل بيها على بقه كده والله العظيم قال لي زي رايه وسكينه بالظبط قال لي اكتم نفسه كده ربما يكون هو ايه مش متقبل رحت عملت كده جبت البتاع قعدت اكتم في نفسه وانا بكتم في نفسه قلت فجاه ايه راح عمل صوت غريب كده عمل وعمل كده بالظبط بقى شبه الصفايه يعني زي عامل كده متشنج ومتشنج يعني دراعه ما تجيش كده ولا كده دي بقى مرحله اسمها سترانجلنج فيز ما حدش شافها قبل كده خالص يعني دي المرحله الرابعه في التسمم بالنوع ده من الادويه. وسقطت ولا نجحت؟ اكيد سقطت. جه الدكتور بقى على حظي قرب مني كده عشان انا جبت قطن كتير رحت منيمه في وسط القطن وخبيته ما بقاش بقى من حاجه غير ظهره فالدكتور بص كده قال لي هايل فار نايم قلت له طبعا فهو بيصحح الورقه قعد صح كده قال لي دكتور انت نسيت الزيرو بوينت كنت انا كاتبها 5 سنتي يا نهار اسود قال لي ايوه صح انا اسف رحت ماسكها كده ومعدلها وانا بعدلها راحت القطن كله ايه اتشال من على الفار وبان بقى الفار ان هو لونه ازرق هو لونه بقى ازرق كده مدي على كحلي كده غريب والبنك راح وكل حاجه راحت دكتور بس قال ايه ده الفار مات الفار مات اللي حصل الفار ده قلت له ما عملتش حاجه ما عملتش حاجه ما قتلتوش ما قتلتوش ما قتلتوش ما قتلتوش افتكرت نبيل عبيد فك ايوه ايوه ده كان في سنه كام ده؟ كان في سنه ثالثه في الكليه يا نهار اسود وايه التجارب في طبعا ده حاجه من لا انا هنا بقى انا خيالي بقى ان ايه الفار لما مات في حيوانات كتير قوي فجاه تصوت ما اعرفش ليه في السكشن الهامستر والجنيا ما اعرفش هم ازاي حصل توتر فقرروا ان هم كلهم يجاملوه بقى ويصرخوا كده فانا قعدت ابص حواليا كده حسيت ان ام الفار بقى تروح داخله عليا بقى قرايبه صح بيعرفوا بعض امه بقى لابسه شارب اسود كده ابني ابني لا مش للدرجه ما كانش حته جبنه والفرخه الفرخه فاكر الفرخه؟ الفرخه بقى ايه كان امتحان ايه ده؟ قسم الدواجن قسم الدواجن انا دخلت قسم الدواجن اول مره في حياتي ادخله في حياتي فهو عباره عن عنبر كبير مليان فراخ
فطبعا لما شفت المنظر ده لقيت نفسي بجري والفراخ تجري قدامي. فالدكتور لقطني بقى قال مين ده؟ انا اول مره اشوف الظل ده هاته. ولا بجري وفراخ تجري منظرها مرعب حلو قوي وانت فرحان. وانا بجري كده وبالبلطو الابيض هم بقى لابسين ابيض كلهم برضو بالريش وبيجروا ورا كده. لقيت الدكتور نده لي كده قال لي انت بتحضر انت بتاع الفار انت بتاع المسرح ولا انت بتاع الفار؟ قال لي انت طالب بتاع المسرح عارفك. قلت له لا يا دكتور اواد باجي. قال لي هاتوا لي الحاله اللي لسه جايه النهارده. كويس. ولقيت واحده ست كده جايه معاها كرتونه وجواها فرخه. وراح مطلع الفرخ فيها ايه بقى؟ لقيت الفرخه شكلها غريب جدا. ايه بقى؟ هي فيها مرض اسمه ستار جيزنج. ستار جيزنج ده اللي هو ايه؟ الشاخص الى السماء. الشاخص الى السماء. هو كده. فاول ما طلع الفرخه ببص الفرخه عامله كده بالظبط. وبصه في كده عامله كده بالظبط. عامله كده ودراعها مش هنيجي وعينيها مبرقه. عمرك شفت فرخه عامله رياكشن؟ لا لا هي دي الوحيده. دي الفرخه الوحيده عامله رياكشن مبرقه عينيها وبصه لفوق. ايوه. قلت له ايه ده؟ قال لي هو ايه ده اللي ايه ده؟ انا المفروض اقول لك ايه؟ قلت له قلت له ده مرض؟ قلت له ده مرض انا عمري شفت كده في حياتي. بقيت مذهول قوي منظر الفرخه فعلا. ده مرض بيجي فعلا للفراخ نتيجه نقص البوتاسيوم او حاجه معينه في الغذاء بتاعها. فبيجي لها زي تشنج عضلي بيخليها تبرق وتبص لفوق. قال لي انا مش عارف ده ايه؟ قلت له هو ايه ده اللي ايه ده؟ انا ده مرض نفسي ده ولا عضوي ده؟ الله منظر الفرخ مرعب يعني. قال لي مش عارف فيها ايه دي؟ اذبحوه. اتاري ديك بقى هو قال اذبحوه دي. قلت لا لا